بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب ليغي كومبوندر. طبعا لازلنا مع الصوت كما نلاحظ، ثم رأينا في الفقرة السابقة رأينا هذا الصوتين، طبعا واي واي، ثم رأينا اي اي، كما في كلمة مثلا voyez-vous. أنتم ترون sur la table les cubes, la pâte à modeler. هل ترون على المائدة les cubes؟ هل ترون المكعبات؟ la pâte à modeler، يعني العجين للتعديل، العجين للتعديل. طبعا هذه الكلمة هكذا la pâte à modeler، هذا اسم العجين الذي طبعا يلعب به الأطفال في الأقسام، إذن يسمى لابات أمودلي. كما نقول عجين للتعديل، أنك تعدل عليها ثم أنك تشكلها كما تشاء. On peut aussi demander des crayons de couleur. إذن يمكننا أيضا أن نطلب أقلام ملونات. Voyez ces jolis enfants comme ils sont sages, comme ils sont sages, comme ils sont sages. كم هم متعقلون. رأينا كلمات مثل لغة، لغة تتضمنت صوت أه كما نلاحظ، لا بانتور. طبعا هنا نتكلم عن الكليتين تسميا لغة، نتكلم عن عضوين من الجسم أنهما يقومان بتنقية الدم يسميان لغة. ثم رأينا لا بانتور، إذا نتكلم عن الصباغة، سواء تحدثنا عن الصباغة كفن أو تحدثنا عن الصباغة كمادة نصبغ بها مثلا الجدران أو الألواح إلى غير ذلك. ثم عندنا لا سانتور، الحزام مثلا حزام السروال يسمى لا سانتور. أحيانا نتكلم عن الأحزمة الخاصة بالسيارة أو أحزمة الطائرة، إذا تسمى لا سانتور. ثم لوسو اي بلان، كما نقول بان الدلو مملوء، لوسو اي بلان. ايضا راينا كلمات مع وي مثلا انفويي، ثم سونويي. انفويي يعني انك ترسل شيئا، مثلا انفويي اون لاتر، انفويي جونفوا اون لاتر، يعني انا ارسل رساله جونفوا. طبعا جونفوا هذه في البريزون، كما تشوفوا هذا الفعل ما فيش المساعد. جونفوا اون لاتر، تي انفوا اون لاتر، تي انفوا اون لاتر، انت ترسل رساله. عندما نقول الى انفوي ان ميساج، يعني هو الرساله. طبعا هنا استعملنا لوكسيليير افوار، الى انفوي ان ميساج هو الرساله، كما نقول رساله نصيه. ثم راينا لو فيرب سنويي، المقصود كما نقول هنا أغرق نفسه، تنزيد لها السو. أما إذا استعملنا نويي يعني شخص أغرق شخصا آخر. في نفس السياق ذكرنا كلمات لو نويي، أون باغل دان أغبغ كي دون لي نوا، إذا نتكلم عن شجرة تعطي لي نوا. لي نوا يعني القرقاع، شجرة تعطي القرقاع نسميها لو نويي. هنا تنتكلم عليها بأو أغ، ولكن احيانا نتكلم عن لونوي تتنطق بحالها، ولكن ما عندهاش او ار، عندها او اكسون ايغي، عندها او اكسون ايغي. طبعا هنا تنتكلموا على الغريق، الغريق تجي من هذا الفعل نفسه اللي عندنا هنا. اذا سونوي بحال ما نقولوا اغرق نفسه، لونوي او اكسون ايغي، هذا المقصود به الغريق. ثم راينا كلمه فوياجي، إذا سافر. ثم أبوي نبح، أحيانا نقول مثلا ليشيا أبوا لا كارافان أفونس، الكلاب تنبح والقافلة تسير. لولوي كما نقول كراء. ثم عندنا كلمة بيي، يعني أنك تؤدي. بالايي أنك تكنس، ومن كلمة لوبالي يعني المكنسة.
ثم عندنا كلمه essayer يعني حاول، ومن كلمه laisser كما ذكرنا، ومن كلمه laisser كما ذكرنا يعني المحاوله او التجربه. un rayon اذا نتكلم عن شعاع الدائره، شعاع القرص، او نتكلم عن رف من الرفوف متعلقه ببعض المحلات التجاريه. ثم عندنا un crayon اذا نتكلم عن قلم. اذا الان سنستكمل مع هذه الفقره. Pour l'instant, on prend ce paragraphe. On a Mina à balayer la maison de sa maman. Ici, on a Mina à balayer la maison de sa maman. Et dans Mina, on a كانست منزل أمها. Mina à balayer la maison de sa maman. طبعا هنا تنتكلم على le verbe balayer. يعني فعل كنسة. طبعا هنا مصرف مع لوكسيليغ افواغ. هنا عندنا الماضي، هنا طبعا هنا عندنا لو باسي كومبوزي. مينا ابالايي لا ميزون دو سا مامون. مينا ابالايي لا ميزون دو سا مامون. تو اي بروبر، تو اي بروبر، الكل نظيف. اذا هي كنسة منزل امها، اكيد انها تركت كل مكان نظيف. تو اي بروبر، tout est propre. Mina a balayé la maison de sa maman. Tout est propre. Thomas, ce matin, chez le boulanger, Mina n'a pas payé le pain. Ce matin, chez le boulanger, Mina n'a pas payé le pain. Mina n'a pas payé le pain. Ce matin, هذا الصباح, chez le boulanger. Chez le boulanger. عند الخباز. شنو قاعد الخباز؟ Mina n'a pas payé le pain. الأصل هنا أن نقول مثلا بدون هاد لا نيغاسيون، بدون نو با، شنو غيكون عندنا؟ غتكون عندنا مينا أ بيي لو بان. مينا أ بيي، هنا عندنا لو فيرب بيي يعني فعل أدى، أنك تؤدي ثمن شيء. إذا مينا أ بيي لو بان يعني أن مينا أدت، الفعل مصرف مع أفواغ، مينا أ بيي لو بان يعني أن مينا أدت الخبز، خلصت الخبز. إذا عند الخباز مينا خلصت الخبز. غنرجعو هاد لانيكاسيون اللي عندنا هنا اللي هي نو با، غتولي عندنا مينا نا با بيي لو بان، يعني أن مينا لم تؤدي الخبز، مينا مخلصاتش الخبز. سو ماتان شي لو بولونجي، هذا الصباح عند الخباز مينا مخلصاتش الخبز. Ce matin, chez le boulanger, Mina n'a pas payé le pain. Ce matin, chez le boulanger, Mina n'a pas payé le pain. La phrase suivante. Hier, Mireille a essayé de coudre. Elle s'est piqué le doigt. On a dit ce matin, à la sabah. Hier, يعني الأمس. يعني الأمس. البارحة كما نقول. Mireille. الطفلة Mireille. A essayé de coudre. A essayé. عندنا هنا لو فيرب essayé كما ذكرنا، فعل حاول. إذا ميغاي a essayé. ميغاي أن حاولت، حاولت ماذا؟ De coudre. De coudre. حاولت أن تخيط. خذت الإبرة وبغات تحاول تخيط الحوايج ديالها. Elle s'est piquée. Elle s'est piquée. يعني أنها وخزت نفسها. ممكن نتكلم على لو فيرب بيكي، يعني انك تقوم بوخز شيء او وخز شخص مثلا. هنا تنتكلم على لو فيرب بيكي، ولكن لو فيرب سو بيكي تقوم بوخز نفسك باداه حاده. هنا ميغاي قامت بوخز نفسها بالابره، بالابره. اذا ال سي بيكي طبعا هي وخزت نفسها. الفعل اللي صرفناه في الباسي كومبوزي طبعا غيتصرف مع اتر، هذا ذكرناه في المسابق. كل الافعال اللي عندها سو في الباسي كومبوزي تتصرف مع اتر، في الحقيقه كاع مع الازمنه المركبه. اذا طبعا هاد الافعال اللي عندها سو تتصرف مع اتر في كل هاد الازمنه. كما يكون عندنا زمن مركب غيستدعي مساعد، غنجيبو اتر
ما غنجيبوش افواغ بحال دابا لو فيرب سونوي الا بغينا نصرفوه في الباس كومبوزي سنقول il سينوي il هو il سينوي طبعا غنحيدو او ار ونضع او اكسون ايغو اذا سنقول il سينوي هو اغرق نفسه في الماضي اذا عندنا هنا il سي بيكي لو دو il سي بيكي لو دو Hier, Mireille a essayé de coudre, elle s'est piqué le doigt. بالأمس, Mireille أن حاولت أن تخيط, ثم هي وخزت نفسها. Hier, Mireille a essayé de coudre, elle s'est piqué le doigt. Elle a essayé aussi de faire de la peinture, c'est vilain. Elle a essayé aussi de faire de la peinture, elle a essayé aussi, de faire de la peinture. إذن هي حاولت أيضا elle a essayé. عندنا ميغاي a essayé. ميغاي أن حاولت. Elle a essayé. إذن هي حاولت aussi أيضا. شنو غدير؟ دارت محاولة أخرى. De faire de la peinture. بالقيام. إذن هي حاولت أيضا القيام بالصباغة. حاولت أن تصبغ أيضا. Elle a essayé aussi de faire de la peinture. C'était vilain. C'était vilain. C'était vilain. يعني أنه كان بديئا. كان بديئا. كان رديئا. كان الرسم بديء. لم يكن رسما جيدا محترفا مثلا. إذن hier Mireille a essayé de coudre. Elle s'est piqué le doigt. Elle a essayé aussi de faire de la peinture. C'était vilain. C'était vilain. Elle a dit, Idriya Kalt, c'est moins facile. C'est moins facile que les crayons de couleur. C'est moins facile que les crayons de couleur. Elle a dit, Idriya Kalt, c'est moins facile. هو أقل سهولة. نقول عن شيء بأنه فصيل يعني أنه سهل إذن هي جربت صباغة وجدتها صعبة وبالتالي هي قالت بأن هذا أقل سهولة المقصود أنه أكثر صعوبة سي موان فصيل إنه أقل سهولة كو لي كريون دو كولور من أقلام الملونات بمعنى آخر لو أنني استعملت أقلام الملونات لكان هذا أسهل لي من استعمال الصباغ إذن elle a dit c'est moins facile que les crayons de couleur que les crayons de couleur إنه أقل سهولة يعني هذا الأمر السهولة ديالو قليلة لأنه أقل سهولة كوليك خيون دو كولور من أقلام الملونات بمعنى آخر استعمال أقلام الملونات هو أسهل من هاد الصباغة إذن إلا دي سي موان فاسيل كوليك خيون دو كولور سي موان فاسيل كوليك خيون دو كولور سات نوي هذا الليل لو شيان دي فوازان أ أبويي سات نوي لو شيان دي فوازان أبويي أبويي هذا الليل هاد الليلة لو شيان دي فوازان كلب الجيران كلب ديال الجيران أبويي يعني أنه نبح أنه نبح جو لي أونتوندي جو لي أونتوندي هنا عندنا جو إي جو إي طبعا هذا شناهو هذا راه أفواغ هذا تنقولو جي جي في الأصل ديالها عندنا جو إي طبعا إي عندها أ في البداية ديالها وجو في الآخر ديالها عندها أ إذن باش ما يتلاقاوش لينا دو فويال تنحدفو اللولة ونضع أبوستروف سننطقوها جي ولكن من اللي يولي عندنا هاد إل بين جو وبين إي إذن إل ما غيخليش أ مع أ أنهم يتلاقاو وبالتالي غنرجعو هاد أ ما غنحذفوهاش نحذفوها فقط مع
ملي تكون بشكل مباشر مع الكلمة الموالية وتتكون مبدوءه بإن فويال. هنا فين تنحذفو هاد أ أو نحذفو أ أو نحذفو إي إلى غير ذلك. هاد العبارات تعني جي أونتوندي لو شيان دي فوازان أبويي، أنا سمعت كلب الجيران أبويي. لو فيرب أبويي غنخليو في هاد الحالة افيك او ار لانه تيجي مباشره بعد لو فيرب اونتوندر. لو فيرب اونتوندر فعل سامع. جي اونتوندي لو شيان دي فوازان ابوي. كما نقول جي اونتوندي ابوي ابوي لو شيان دي فوازان. اذا سمعت نباح كما نقول كلب الجيران. جي اونتوندي أبويي لو شيان دي فوازان. حتى لا نكرر لو شيان دي فوازان إذن عوضناه بهاد لو. جو لو اي اونتوندي. جو لو اي طبعا غيحدث عندنا نفس الشيء. لو غتصبح منتهية بأ وعندنا اي مبدوءة بأ مبدوءة بأون فويال اللي هي أ. إذن في هاد الحالة غنحذف هاد أ ونضع بوستخوف. هذيك ابوستروف اللي كانت مع جو اللي حذفنا لا او مع اي غتصبح بين لو و اي. جو لي اونتوندي انا سمعته. جو لي اونتوندي انا سمعته. سيت نوي لو شيان دي فوازان ا ابويي. جو لي اونتوندي. روني ا في ان بو فواياج. روني ا في ان بو فواياج. il est content il veut repartir. روني أفي أن بو فواياج. إذا روني أنه فاعل. روني أفي ونيسي لو فيغ فيغ أو باسي كومبوزي. روني أفي إذا روني أنه فاعل. إذا لو فيغ فيغ في هاد الحالة تصرف في الباسي كومبوزي أفيك لوكسيليير أفواغ. روني قام بشي حاجة. روني فعل شيئا. إذا طبعا لو فيغ فيغ غيتصرف مع أفواغ. غيتصرف مع أفواغ. روني أفي أن بو فواياج. إذا روني أنه قام بسفر جيد. قام بسفر جميل. إلي كونتون هو فرح. إلي كونتون هو فرح. هو فرحان. إل فو روبارتيغ هو يريد أن يعود. طبعا ذكرنا بأن لو فيرب روبارتيغ كما نقول انطلق من جديد. انطلق من جديد تنشوفو لو فيرب بارتيغ مسبوق بدغو مسبوق بغو. طبعا في الغالب عندما نستعمل دغو امام الفعل اذا المقصود هو تكرار هذا الفعل. اذا il veut repartir كما نقول هو يريد ان ينطلق من جديد. المقصود بها في هذه الحاله طبعا بالنسبه للفعل بارتيغ طبعا عندما نتكلم عن repartir العودة. العودة كما نقول هو يريد أن يعود. يريد أن يعود إلى منزله. il veut repartir. إذا هو يريد العودة إلى منزله. طبعا عندنا هنا va vouloir كاين في البريزون. il veut هو يريد الآن. repartir العودة. ne cours pas au bord du lac. ne cours pas. on a le verbe courir. تصرف فاش؟ تصرف في الامبيراتيف. إلا قلنا لشي واحد كور او بور دو لاك اذا هنا تنعطيوه امر تنقولوا له اجري على ضفه البحيره. اجري يعني اجري على ضفه البحيره ولكن حتى لا يسقط في البحيره. اذا تكلمنا مع طيف مثلا نقول له نو كور با او بور دو لاك لا تجري على ضفه البحيره. المقصود حتى لا تسقط فيها. اذا نو كور با او بور دو لاك. تي فا تومبي اتنوي اتنوي. اذا تي فا تومبي انت ستسقط. انت ستسقط. تي فا تومبي انت ستسقط. طبعا عندنا لو فيرب تومبي مسبوق بلو فيرب الي. تي فا تومبي ذكرنا هاد الصيغه. هذا تنسميوه لو فيتور بروش المستقبل القريب. تي فا تومبي يعني انت ستسقط الان بعد لحظات اذا بقيت تجري. اتنوي اتنوي
وستغرق، ستسقط في البحيرة وستغرق. هاتو هي هاد السوء اللي عندنا هنا، عندنا السوء نوية. طبعا هاد السوء تتصرف كما قلنا مع الضمائر، عندما نصرف في زمن ما هاد السوء تصرف مع الضمائر، مع تي تعطينا تو كما عندنا هنا. اي تنوي تي فا طومبي، انت ستسقط. اي تنوي وستغرق. نو كور با او بور دو لاك، تي فا طومبي. اي تنوي نو كور با او بور دو لاك، تي فا طومبي. اي تنوي روني امي اون سانتور اون كوير، روني امي une ceinture en cuir en cuir. إذن غوني أن وضع une ceinture حزاما en cuir من الجلد، لو كوير المقصود به الجلد. إذن غوني عمل واحد الصمتة في السروال ديالو ديال الجلد. غوني أمي، طبعا عندنا هنا لوفير ماتر كونجيغي أو باسي كومبوزي أفيك لوكسيليير أفواغ. On a mis une ceinture en cuir. Voyez comme il est beau. Voyez comme il est beau. Andoro kama huwa jamil. Voyez comme il est beau. Andoro kama huwa jamil hada l'hizam. Voyez comme il est beau. Maman a mis un tablier pour ne pas salir sa jolie robe. Maman a mis un tablier pour ne pas salir sa jolie robe. إذن أمي أمي أن وضعت كاس كلامي إن سانتور، هل هي وضعت حزاما؟ مامو أمي أن طابلي، إذن مامو أن وضعت ويزرة، أمي أن وضعت ويزرة بوغ نو با ساليغ، حتى لا توسخ، حتى لا توسخ ماذا؟ سا جولي غوب، سا جولي غوب، حتى لا توسخ فستانها الجميل، حتى لا توسخ فستانها الجميل. طبعا كان ممكن نقول هنا مامون امي ان طابليي بور نو با سو ساليغ، سو ساليغ نضع هاد سو. طبعا في هاد الحاله ما غنكملوش، علاش؟ لان غيولي المعنى هنا من اجل الا توسخ نفسها، سو ساليغ حتى لا توسخ نفسها. اذا نقول مثلا مامون امي ان طابليي بور نو با سو ساليغ، اذن امي وضعت وزرة حتى لا توسخ نفسها. طبعا الفعل متى نزيدو له هاد السو تيولي يرجع على الفاعل، الفاعل غيوسخ الفاعل، غيوسخ نفسه. اذن ما غنحتاجوش نقولو مثلا مثلا انها غتوسخ سا جولي غوب فستانها الجميل، الا ضفنا سا جولي غوب طبعا غنحذفو هاد السو. ميمكنش نقولو مثلا بأن غتوسخ نفسها فستانها الجميل. مامون أمي أن طابليي، مامون أمي أن طابليي بوغ نو با ساليغ سا جولي غوب. إذا نعيد، مينا أبالايي لا ميزون دو سا مامون تو إي بخوبخ سو ماتان شي لو بولونجي، مينا نا با بيي لو بان، مينا نا با بيي لو بان. إيير ميغاي أ إيسايي دو كودغ، elle s'est piqué le doigt. Elle a essayé aussi de faire de la peinture. Elle a essayé aussi de faire de la peinture. C'était vilain. Elle a dit, c'est moins facile que les crayons de couleur. Cette nuit, le chien du voisin a aboyé. Je l'ai entendu. René a fait un beau voyage. Il est content. Il veut repartir. Ne cours pas au bord du lac, tu vas tomber et t'ennuyer. René a mis une ceinture en cuir. René a mis une ceinture en cuir. Voyez comme il est beau, voyez comme il est beau. Maman a mis un tablier pour ne pas salir sa jolie robe. Un crayon, le voyage, Mina, Mina a balayé la maison. Un crayon, le voyage. Un crayon, قلم. Le voyage, السفر. Mina a balayé la maison. Mina
à balayer la maison. إذن من كنست المنزل. إذن نستألف فقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.